كل سنة وانتم طيبين، يا رب وبخير وسعادة يا رب. يلا العيد قرب، يلا اللي معملش بسكوت يلا بسرعة يجيب المقادير، ويلا نعملها مع بعض بكل سهولة وبساطة. مش هياخد منك وقت خالص ولا مجهود ولا تعب نهائي، ومش هيبوظ منك ان شاء الله. هنعمله مع بعض بمقادير مظبوطة جدا وسهلة جدا، هيطلع مقرمش وجميل، وبصوا هيطلع تحفة كده احلى من 100 مرة من اللي بنشتريه من بره. وكمان حاجة مضمونة في البيت، عارفين الزبدة، عارفين كل حاجة مضمونة عندنا، عاملينها بايدينا، وهتطلع معاك التسوية ان شاء الله ممتازة، وهتطلع كل حاجة جميلة. يلا بينا نبدأ على المقادير على طول. بس هطلب منك طلب بسيط، لو اول مرة تشوفيني يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل اشعار بكل اللي انا بنزله. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة احنا معانا 0.5 كيلو دي او 500 جرام، معانا زبدة 300 جرام، حوالي 1.5 كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، نكون مطلعينها من التلاجة قبلها مثلا بحوالي 5 6 ساعات كده عشان تكون سهلة علينا في الضرب. معانا 175 جرام سكر، حوالي كده 1 كوباية ومعلقة كبيرة، ولو حبيتي يبقى السكر بتاعها شوية كويس هتعملي 1.5 كوباية. معانا بقى بشر برتقان، ومعانا بيكنج بودر هنحط معلقة صغيرة، وفانيليا بطعم البرتقان، ممكن نحط فروتي او اللي هو التانج ده عشان يعزز معانا اللون، او ممكن نستبدله باسانس البرتقان لو مش متوفر عندنا بشر البرتقان. ومعانا 0.5 كوباية حليب دافي. اول حاجة هنعملها هنمسك الزبدة بتاعتنا نضربها كده ضربة بسيطة كده بالمضرب. طبعا لو عندك عجان حطي في العجان، لو مش عندك عجان ومش عندك مضرب هتضربيها بايديكي بكل سهولة ان شاء الله هنعملها. زمان كنا امهاتنا كلهم بيعملوا بايديهم، مش بعجان بقى ولا بمضرب ولا الكلام ده كله. بعد ما ضربت الزبدة كويس هبدأ احط معاها السكر بودرة. يا ريت السكر بودرة تكوني عاملاه في البيت وتكوني نخلاه برضو كويس عشان مش يتعبك في الضرب وكده. بعد ما الخليط بتاعنا يكون امتزج ولونه فتح زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ ننزل بالبيض. احنا معانا 3 بيضات هننزل بيهم بيضة بيضة. البيض بتاعنا يكون بدرجة حرارة المطبخ ويكون طازة، ما ينفعش نكون جايبينه قبل كده وراكنينه مثلا من اسبوع ولا حاجة عشان بيبقى زفر قوي. لا، لازم يكون جايبينه طازة عشان زفرة البيض ما تبقاش موجودة في البسكوت بتاعنا ان شاء الله. هنبدأ نضربه كده بيضة بيضة، هنضرب الخليط كويس جدا. ليه هننزل بيه بيضة بيضة مش هنزل بيه مرة واحدة؟ عشان البسكوتة بتاعتنا ما تتكسرش بعد ما تستوي بسهولة، وعشان ما يبقاش معضم معايا. بعد كده هنزل ببشر البرتقان. بشر البرتقان بتاعنا ده هيدي البسكوت، هيوديه في حتة تانية خالص، هيبقى ان شاء الله تحفة. طب لو مش متوفر عندي، ممكن عندك الاسانس البرتقان، ممكن يكون الفانيليا اللي بالطعم البرتقان، الحاجات دي كلها بديلة لبشر البرتقان. هنزل بالبيضة التانية بعد ما البيضة الاولانية اختفت، يعني ما نزلش بالبيضة الا بعد ما البيضة الاولانية اللي انا حطيتها تكون اختفت تماما والخليط رجع متماسك. انا اول ما هحط البيضة كده هحس ان الخليط بتاعي كده بقى مش متماسك وبقى كل حتة في ناحية، هبدأ اضرب فيها لغاية لما يرجع يتماسك تاني ويرجع الخليط بتاعنا يبقى كويس جدا. هبنزل بالبيضة اللي بعديها، ومن الافضل اكسر كل بيضة لوحدها عشان لو في بيضة بايظة او كده ما تبوظليش كل البيض اللي هحطه. طبعا دي مقادير 0.5 كيلو، تقدر تضعف الكمية وتعملي كيلو او اكتر. انا حبيت اعمل معاكي مقادير 0.5 كيلو بس عشان تبقي عارفة قد ايه، وبعد كده تقدر تضعف الكمية زي ما انت عايزة. بعد كده هنحط معانا الفانيليا بقى اللي هي بالبرتقان او الفانيليا العادية. انا حبيت احط دي عشان بس تديني اللون الحلو بتاع البسكوت ده بعد ما يستوي، بتدي لون حلو. لو عندك كاسترد حطي معلقة صغيرة للـ0.5 كيلو، لو الكيلو طبعا هتحطي معلقة كبيرة، برضو بدي لون حلو قوي في البسكوت. هنفضل نقلب كده لغاية لما الخليط بتاعنا خلاص بقى كويس جدا وبقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نجيب الدقيق بتاعنا وهنحط عليه معلقة صغيرة خالص بيكنج باودر، ما نكترش البيكنج باودر عشان البسكوت ما يفرش مننا في الفرن او ينفش ويبقى شكله مش لطيف كده. لا، احنا هنحط معلقة صغيرة خالص، يعني لو حطيتي يعني 0.5 معلقة صغيرة، مش معلقة كبيرة، مش معلقة مليانة، لا هنحط 0.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا انا لميت الخليط كويس بس من البولة كده علشان كله يمتزج مع بعضه كويس، وبعد كده هضربهم ضربة كمان بسيطة، وبعد كده هبدأ انزل بقى، هستغنى عن المضرب في الخطوة دي. خلاص كده المضرب دوره انتهى،
هنبدأ بقى ننزل بالدي بتاعنا، هنحط عليه البيكنج باودر والاول علشان نخلطه مع الدي كويس الاول. الزبدة اللي انا مستخدماها يا جماعة زبدة فرن، ما ينفعش نستخدم زبدة اللي هي المملحة دي، ما ينفعش، هي فرن يا نيوزلندي، الحاجات اللي هي غير مملحة دي في الحلويات. هحط برضو من الفروتي دوت عشان يديني اللون الاورنج الحلو. الحاجات دي كلها اختيارات عندك، ممكن تستغني عن اي حاجة فيهم، الفروتي او الفانيليا السكر او بشر البرتقال، ممكن تستغني عن حاجة فيهم ولو متوفر عندك حطيهم زي ما انا حطيتها، هيديكي طعم ان شاء الله حلو جدا في الاخر. هقلب كده الدقيق وهبدأ انزل بيه بقى على الخليط بتاعنا، خليط الزبدة والسكر والبيض، هنزل كل الدقيق اللي في البولة وهبدأ بقى بصوابع ايديا الم الدقيق، يعني مش اعجن يا جماعة علشان البسكوتة ما تعضمش منك وتبقى ناشفة قوي، لا انا بصوابع ايديا زي ما انتم شايفين كده هلم الدقيق، مش اكتر من كده. بعد ما لمينا الدقيق كده زي ما انتم شايفين كله، هنبدأ ننزل عليهم بنص كوباية اللبن. اللبن هيودي البسكوت بقى في حتة تانية خالص، عشان البسكوت بس ما يبقاش معانا زي البيتي فور كده زبدة وسكر وبيض بس، لا هنبدأ نحط نص كوباية الحليب دي علشان نحس ان هو بسكوت مش بيتي فور. برضو زي ما قلت لكم هقلبهم تقليبة بسيطة جدا، مش هعجن، انا بس هلم اللبن في الدقيق وبس. وبعد كده معايا البلبلتين دول، هختار منهم البلبلة الكبيرة، انت عايزة تختاري الصغيرة براحتك، بس هي الكبيرة بتاعة البسكوت بتبقى احسن طبعا. وبعد كده هحطها في الكيس وهلف الكيس زي ما انتم شايفين كده، همسكه من فوق ومن تحت، هضغط من الحتة اللي تحت عشان ما اعملش عجين كتير وابوظ العجين واضغطه كده، يبقى العجين بيتعجن جوه ايدي، يقوم العجين بتاعنا او البسكوت بتاعنا برضو يطلع مش كويس، يعني بعد ما نكون تعبنا فيه وبعد كده نرجع بقى بالمسكة الغلط نبوظه، لا لازم نمسكه بالراحة من نص من تحت كده والنص من فوق. بعد كده تسوية الفرن على درجة حرارة 200، هنولع من تحت بس، اول ما ياخد لون من تحت هنولع الشواية من فوق. طب لو انا عندي البوتاجاز بيشتغل شواية ونور، هكون مهدية الشواية خالص ومعلية من تحت على درجة حرارة 200، واول ما ياخد اللون الحلو ده بيطلع بسيبه يبرد تماما، ما شيلوش من الصينية او من الصاج لما يكون برد نهائي. وبعد كده هبدأ احطه في علبة بلاستيك او في كيس، يا ريت يكون كيس افضل علشان يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته ما يطراش ويبقى مش لطيف كده، لا لازم بس بعد ما نحطه في الكيس الا بعد ما يكون بريد خالص. شايفين النقشه بتاعته زي ما هي، ما سحتش ما فرش مننا، ما حصلوش اي حاجه، شايفين لونه والتسويه بتاعته مظبوطه جدا ومتساويه جدا، حلو قوي ما شاء الله. ممكن كمان نسويه على مرتين، ان احنا اول ما يبقى لونه ابيض كده نطلعه من الفرن نسيبه يبرد خالص، وبعد كده نلمه في صينيه واحده، وبعد كده ندخله على درجه حراره 150 ياخد اللون الذهبي دوت الجميل، وبعد كده نطلعه يبرد وبعد كده نلمه. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش في اللايك يا جماعه والشير.